حاجه مقززه. خليني برضو انقل معايا مين يا شباب؟ طب لسه بيقول لي الاستاذ احمد السيد ان الاستاذ ايمن محفوظ المحامي تقدم ببلاغ كمان للنائب العام، وانا بنضم ليه معانا. استاذ ايمن ازاي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا اشرف بيه؟ ازيك يا فندم؟ اخبار حضرتك يا فندم؟ كل سنه وحضرتك بخير. الحمد لله تمام يا فندم، الحمد لله نحمد ربنا. حدثني يا فندم، انا عارف ان حضرتك الموضوع ده اثار، موضوع الكلب وحفل زفاف الكلب اثار غضب كل المصريين، وحضرتك علشان خاطر وطني وحر يعني بتخاف على شكل الرجل المصري والمجتمع المصري فتقدمت ببلاغ. حدثني عن الموقف ده، انا مش هتكلم عن البلاغ لان الجميع يعلمه يعني. والله انا حاسس ان السيده دي كانت تقصد اهانه الجنس البشري كله، لان الاهانه ليست موجهه فقط الى طالقها الذي كان واضح جدا ان هي ترسل له رساله، ولكن هي كانت بتقصد كل الرجال وانها الكلاب افضل من الرجال، وهذا طبعا يتعارض مع كل دايما تحليل واضح فعلا. اصل اللي بيتزوج امراه هو رجل، اللي بيبقى في موقف الكلب هو رجل ايا كان مين هو الرجل ده، يكون ان يتمثل شخصيته بكلب برضه ما فيها اهانه يعني للرجال. ده فيها اهانه كمان وازدراء للدين، للاديان السماويه كلها التي طبعا كرمت بني ادم وكرمت الانسانيه وقالت ان ادم هو خليفه الله في الارض، فكيف يمكن ان نكون نجعل من انفسنا يعني جلابين بهذا الشكل ونهين خلق الله في الارض ونهين خليفة الله في أرضه الإنسان ونقول أن الكلب أفضل من الإنسان؟ أنا عايز بس البنت دي لما ابنها يكبر وتقول شكلها إيه قدام ابنها، شكلها إيه قدام المجتمع، شكلها إيه يا فندم. هو يا أستاذ أيمن بالوضع اللي هي بتعمله بالفكر ده هتربى هتطلع حاجة كويسة يعني؟ طبعا مش هتطلع حاجة كويسة، وبرضه إحنا برضه كان نفسي يكون في قانون يعاقب الأهل على عدم تربية أبنائهم عشان يصدروا لنا مثل هذه. لا يا فندم أنا أثق إنها تاخد عقابها برضه من بلاغ حضرتك يعني. بإذن الله إن شاء الله ستكون العقوبة لا تقل عن 5 سنوات بإذن الله. دي حقيقة. أستاذ أيمن أنا بشكرك جدا يا فندم، وخليني أجي آخد مين معايا؟ الأستاذ عمرو عزت الروائي. الأستاذ عمرو عزت كتب شوية روايات اسمي مدلين حنا، سني 29 سنة، كان وزني قبل العملية 155، وبعد العملية وصلت 100 خلال سنة. كنت عندي مشاكل كتير في ارتجاع في المريء وفي التنفس وفي الحركة، ودكتور كريم ساعتها اختار لي تحويل مسار، ومن ساعة العملية وانا صحتي بقت احسن وبقيت عارفة اتحرك اكتر وعارفة اشتغل احسن، وباخد الفيتامين والكالسيوم بتاعتي بصفة مستمرة، وصحتي دلوقتي بقت افضل كتير عن الاول طبعا. وانا بشكر دكتور كريم جدا عشان هو اللي مختار لي عمليه تحويل مسار، كانت افضل كتير ليا عشان ارتجاع المريء اللي كان عندي، ودلوقتي بقت احسن كتير عن الاول، فشكرا دكتور كريم.